اصدقائي، انا متاكد اغلبكم اول مره بشوف هذا الجهاز. تعالوا ما افرجيك لشو عندنا هون. خمس مربعات صغيره نكبس عليها، بيفتح غطاء الشاحن لبرا. هاي الوصله نفتحها، الوصله نفوتها لجوا، نكبس على هاي الكبسه، بيضوي عندنا هون الضي الاخضر، وبنفتح الغطاء لتحت، وهيك نقدر نوصل اي جهاز كهربائي بدنا اياته مع السياره. على سبيل المثال بسم الله، يا جماعه شغله فكره عن جد رائعه من يونداي توب. اذا معكم المفتاح والمفتاح بجيبتكم، بتمشوا باتجاه السياره، السياره بتعرف انه بدكم تطلعوا على السياره، وايد الباب تطلع لحالها لبرا عشان حياتكم تضلها جدا سهله. خلينا ندور السياره. بسم الله، زي ما شايفين عندنا هون شاشتين بكبر 12.2 انش، ولكن المميز فيه انه على اليسار هون عندنا لوح مغناطيسي للي حابب يزين السياره على كيفه. اي لايك ذات. اي لايك ذات. واذا بنعطي اشاره ضوئيه على اليسار او على اليمين، بتشتغل عندنا كاميرا جانبيه من برا بتفرجينا المنطقه العمياء بجوده جدا رائعه يا جماعه. وهيك على اليمين شغله جدا حلوه. غير هيك صراحه الشاشه الموجوده قدامنا انا ما حبيتهاش كثير، لانه زي ما شايفين عندنا معلومات اكثر من لازم موجوده قدامنا. وغير هيك السرعه موجوده فوق على اليسار، ولكن مشكلتها السرعه انه السرعه بتختفي ورا السيرنج وقت القياده. على اليمين زي ما شايفين عندنا شاشه لمس، تحكم فيها جدا هوين. وغير هيك اذا بنكبس هون وبنكبس على هالكبسه، بتشتغل عندنا كاميرا 360 درجه بجوده جدا رائعه اللي بتذكرني باللامبورجيني اوروس. بالنص زي ما شايفين عندنا هون حمل اكواب، والحلو فيه انه عن طريق هالكبسه هون بنقدر نحرك كل القطعه لورا لقدام. وبالنص هون زي ما شايفين عندنا الشحن اللاسلكي. وتصميم الجير عندنا تصميم غريب زي ما شايفين، هيك بنحط السياره بوضعيه الدرايف، هيك بنحط بوضعيه الريفرس، وهيك بنحط بوضعيه البارك. مشكلتي الكبيره مع هذا الجير انه الجير موجود تحت ايد المساحه، وخلال القياده كنت مرات اخربط بين الجير وبين المساحه. غير هيك زي ما شايفين هنا المواد المستعمله مواد جدا رائعه وفينش رائع يا جماعه. السيرنج زي ما شايفين تصميم السيرنج مش شديدكم، انا ما حبيتوش صراحه. هون بالنص فيش عندنا لوجو اليونداي، عندنا هون اربع مربعات، تحت عندنا عجل بتقدروش تحركوه بس تقدروا تكبسوا عليه، وعن طريق هذا العجل بتقدر تغيروا بين وضعيات مختلفه بالسياره من ايكو لنورمال لسبورت، وحسب الوضعيه الشاشه اللي قدامكم بتتغير. الكراسي اللي معنا فيها امكانيه التدفئه والتبريد، السيرنج اللي معنا فيه امكانيه التدفئه، الشغله حلوه، ولكن مشكلتي كانت مع طريقه التشغيل. شوفوا معي عشان نشغل هذا الشيء لازم نكبس هون، وعن طريق الشاشه هون لازم نلعب بالتعديلات، يعني بالعربي عندنا بدل الكبسه كبستين. الكراسي اللي معنا جدا مريحه، فيها شغله حلوه، اذا بنكبس هون بنكبس هون بتقدروا ترخوا تسترخوا ترفعوا اجريكم. معنا اليوم سيارة اليونداي يونيك 5، سيارة كهربائية 100% اللي بتعطينا 305 حصان، بالشحن الواحد السيارة بتعمل لكم تقريبا بين 400 ل 480 كيلومتر، بتعلق إذا الدنيا صيف أو شتاء، مدة الشحن من 10 ل 80% خلال 18 دقيقة فقط. تعالوا معي، تصميم الأضواء من ورا، تصميم جدا رائع، جدا مميز، بذكرنا بسنوات الثمانين، شوفوا البكسل الصغير هنا، هون زي ما شايفين عندنا اللوجو الأيونيك 5، عن الجانب عندنا عجال 20 إنش، أنا الصراحة التصميم هذا ما حبيتهوش كثير. من فوق عندنا هون الواح شمسيه اللي بتحول طاقه الشمس لطاقه كهربائيه، ومن قدام عندنا تصميم اضاءه جدا مميز وجدا مستقبل يا جماعه. وزي ما شايفين عندنا هون خطوط صغيره اللي بتضوي بالليل. الموديل اللي معنا هو التوب موديل، يعني كل الاضافات موجوده فيه. سعر السياره ببلش تقريبا من 60000 يورو، اعمل لكم لفه حول السياره. من 0 ل 100 خلال 5.2 ثواني. بسم الله، 1 2. تسارع من 0 ل 100 بتحسوا بالتسارع، تسارع قوي، ولكن اذا السياره اللي بتعطي فول كهرباء من 80 من سرعه 80 بتحسوش بهذا التسارع بنفس القوه. وزن السياره هو تقريبا 2.1 طن، فهذا التسارع من 5.2 ثواني هو جدا جدا منيح لهيك سياره. التوب سبيد عندنا هو 180 190 كيلومتر بالساعة تقريبا، يعني في 190 وقفل. خبروني شو رايكم بهالسيارة، ستي تيون ولا نفهم قريب.